Hello beautiful people, معكم دينا عكسبي من بدون فلتر سيزن 4. حلقة اليوم رح تكون على تغطية نمش بس رح يضل الميك اب ناتشرال. تابعوا معي الحلقة عشان تتعرفوا على كل الخطوات. ولحلقة اليوم رح تكون معي كموديل خالتي أمينة. She's a very big designer بالإمارات, عندها 3A كافتن, لازم تروحوا تشوفوا البيج تبعها, في شغلات كتير حلوة. وكيف ما عم تشوفوا السكين تبعها دايما بتعاني من نمش, وهي ما بتحب تطلع بلوك كتير اوفر, كتير بتحب شغلات ناتشرال. فذاتس واي احنا اليوم رح نساوي خطوة بخطوة, رح نغطي النمش ونبين وش البيس تبعها كله ناتشرال. تابعوا معي. انا بشرتها كتير ناشفة, فاول شي رح استعمله برايمر ليرتب لها البشرة قبل ما نحط الفول كوفرج فونديشن. ولخلي البرايمر ينشف رح أبلش برسم الحواجب, وكمان رح نرسمهم بطريقة كتير طبيعية بالباودر, ورح حاول أعبي الفراغات. وبعد ما رسمنا الحواجب كيف ما عم تشوفوا أخذت كونسيلر ونظفت الشيب عشان تطلع لي فلوس وبرفكت. هلأ رح نبلش نحط الفونديشن اللي هو فول كوفريج. لأنه بشرتها كتير ناشفة حطيت لها فونديشن وكونسيلر, بس هلا ما رح استعمل ولا شيء كريمي, رح استعمل دايركتلي لوس باودر, لأنه لوس باودر بتناسب كل أنواع البشرة عشان أثبت البيس تبعنا. وبعدين رح نحط برونزر بس باودر وبلاشر كمان. وبالنسبة للكونتورينج أو للبرونزر دايما استعملوا الألوان اللي شوي على الأورنجي مو اللي على جراي, لأنه أوريدي نمش لما غطيناه ما بدي أحط كونتور جراي عليه عشان ما يطلع لي شادو. فأنا رح استعمل الكونتور اللي شوي على الأورنجي عشان يعطيني تان أكتر. ولأنه بدي أخلي اللوك كتير طبيعي رح أخذ نفس اللون اللي استعملته للكونتورينج وأحطه على العين كأي شادو. وهلا نخلص اللوك رح أحط هايلايتر. وهلا بعد ما حطينا الماسكارا آخر تاتش هو تبع الليبستيك, وتعالوا معي تشوفوا الفاينل لوك ورياكشن تبع خالتي. واو كتير حلو دينا, thank you so much, it's so natural, وأحلى شي غطيتي لي النمش, it's perfect, thank you so much ديدي.